سنتين ما بروح على المدرسة، هلا بدرس تركي بروح على المدرسة. من لما بلشنا ناخذ المساعدات ما بقى في داعي اشتغل، صرت اقدر اروح على المدرسة. انا بحب مدرستي وبحس فيها بالامان، صار فيني ابني حياته ويمكن بلدي. كنا بسوريا محاصرين، ضلينا محاصرين بسوريا تقريبا سنتين. بعد ما حصلت على منحة سبارك تحسن وضعي، تحسنت دراستي، وإن شاء الله كل اللي تعلمته واستفدته من هالدراسة أساهم فيه ببناء سوريا المستقبل.